كذلك الناس الميعوا قضية التوحيد، وبعد ما كانوا أسلافهم شغالين في التوحيد في جماعتهم يعني شغالين في التوحيد، ديل جو باروا السياسة وضيعوا الدين وضيعوا التوحيد، وعادوا دعاة التوحيد ووالوا دعاة الشرك والكفر والزندقة. لابد نبين انه نازل الحرف ده الدين، ده الدين. اذا كان زول رئيس قال مجلس علمي، ما في مجلس هو الساقط، لكن رئيس مجلس علمي، لا في مجلس لا في طرابيزه ما في يعني ولا في علماء ذاته جوا، ما في لا هو لا تحته ولا الفوق. المهم رئيس مجلس علمي كما لقب وكما يحب ذلك. اها قال شنو؟ قال رئيس الجماعه لو قال محاضره في التوحيد، قال مرتين عشان ما يغش اقول لك ما قلتها مسجله مرتين، في الاول قال محاضره في التوحيد، وفي الثانيه قال محاضره هي لو كانت في تاصيل التوحيد، قال ولا ما قال؟ وانا اذكر كنت بتكلم مع واحد قلت له هذه المحاضره بعد ما قال رئيس الجماعه لا تقوم، هي حتى لو كانت في تاصيل التوحيد بعد كده ما تقوم، جماعة قضية، لكن الجماعة عندها رئيس، الرئيس قال ما تقوم حتى لو في التوحيد ما تقوم مسجل، حتى لو قلت ما قال موجود. نحن ما عندنا زول يقول يقول ما قلته، نحن عندنا زول يقول أخطأت وتراجعت، والله نحترمك، وكل بني آدم خطأ، زول قاعد هنا ما بيخطي ما في، ولا ما قاعد هنا برضه بيخطي، وخير الخطائين التوابون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، ده الدين كده. لكن تتلولو تقول ما قلت واتسوا الكلمه ومشى كذب، قال والله الكلمه دي سجلها وكنت في سياره، طيب باطل في سياره قلت ولا ما باطل؟ الموضوع ما في سياره، شفتوا اللولوه؟ وجمال حزبيين مرضانين شالوه قالوا الدكتور رده، قال شنو؟ قال والله قلتها لكن كنت في سياره، قالها ولا ما قالها؟ قالها. يا ناس الناس دي ما اعرف عقولها ودا وين، والله انا الله يضحكوني بس، قال الدكتور رده قال شنو؟ قال قلتها لكن كنت في سياره. يا ناس ما تتقوا الله، خافوا الله يعني. قال قال اي قال لو كانت في تاصيل التوحيد ورئيس الجماعه قال ما تقوم ما تقوم، قال دي ما عصبيه. ها في شنو لو ما عصبيه؟ قال لكن الجماعه عندها رئيس، هسه في علاقه بين الكلمتين ديل؟ دي كلمتين اهو ديل، واحده ماشيه كده واحده ماشيه كده، قال دي ما عصبيه، معناته ده يفسر انها ما عصبيه، ديك مشت ولا لحقه ولا فسره، جاب واحده بجاي قال لكن الجماعه عندها رئيس. جلست مع شباب الجامعات في مسجد المزار، ودار بيني وبينهم حوار من صلاة العشاء، من صلاة العصر إلى صلاة العشاء، فبعض الشباب ما خرج من كل هذا الزمن إلا بجملة كذب فيها. أنا تعرضت لمحاضرة يعني في أثناء كلامي سألوني عن محاضرة اسمها اليعقوباب، فأنا قلت نظرا للملابسات التي صاحبت هذه المحاضرة وأنها لا داعي لها وأنها أثارت فتنة، فالشيخ أبو زيد يقول اترك هذه المحاضرة وأنت تصر على إقامتها، هل انتهى الوقت؟ هل قامت الدنيا؟ هل هي أهم محاضرة؟ حتى ولو كانت في التوحيد مش ثاني عندك زمان ممكن تحاضر مرة ثانية؟ حرروا هذه الجملة فقالوا الهواري يقول لو منعك التنظيم من الكلام في التوحيد تمتنع. والله عاد هذا كذب جديد نهائي ما له صلة، أولا لم أذكر كلمة تنظيم، بل تحاشيت أن أقول رئيس أنصار السنة حتى لا يربط بالتنظيم، وإنما قلت الشيخ أبو زيد باعتباره عالما. ثم أترك هذا كله، لو أنت جيت وشاورت الشيخ قلت أنا عايز أقدم محاضرة في التوحيد في ظروف كذا وكذا، فقال لك والله هذه الظروف الآن ما مناسبة، أصبر يومين وثلاثة تعال قوم المحاضرة، هل معنى هذا أنه قال لك لا تتكلم في التوحيد؟
يقول: لم أذكر كلمة تنظيم، بل تحاشيت أن أقول رئيس أنصار السنة حتى لا يربط بالتنظيم، والآن هو قال الرئيس في هذا التسجيل. الجماعة عندها رئيس، الرئيس قال ما تقوم حتى لو في التوحيد ما تقوم. هنا يقول: بل تحاشيت أن أقول الرئيس، ويظهر هنا واضحا أنه قال الرئيس. إذن شباب الدعوة السلفية بالجامعات لم يكذبوا عليه كما ادعى، وإنما الدكتور الحواري هو الذي كذب عليهم واتهمهم بما ليس فيه. دي عنده علاقة بدي، لكن الحزب راسه مقفل، مطبل مطبل مطبل، عرفتها؟ ما ده درويش لشيخ الحزبي، وداك درويش لشيخ الذي يدعو إلى الشرك. نحن ما قلنا ده يدعو إلى الشرك الحزبيين، لكن درويش، والله دي درويش. يا ناس، في رئيس جماعة حقه وطاعته مقدم على حق الله على العبيد؟ فيه. يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، إلى آخر الحديث. فنحن جينا ننهى عن مثل هذه الحزبيات البغيضة المنتنة، والناس كلها تتحرر تكون مع الكتاب ومع السنة، مو جمعية الكتاب والسنة، لا، الكتاب والسنة ديك ما ذاتهم زيدين، الكتاب والسنة، القرآن يعني، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بما مسلف كده. أنا بناقشك، لو في أي زول حزبي داير يناقشني بعدين، حس أنا بنتلك من النقاش، لو كنت داير خير. البضرك شنو؟ ما يضرك إنك لو مسكت القرآن والسنة بفهم الصحابة وما تابعت لك راجل إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، في ضرر يا جماعة؟ ما في. لكن لأنه ده بيجي 1000 جنيه بالشهر، وداك ما بعرفه ليك، وداك راجل، ودعم يجي من السعودية، احنا ما سمينا زول، لكن أي زول عارف شغلته ورقبته، وداك جاي وكيف، وداك كيف، ده الموضوع. هو بقول لك ده الموضوع، ما ده الموضوع المرتب اللي بيجي من الملحق الديني، هو ده الموضوع الحقيقي، لكن ما بقول لك ده، بقول لك لا، هو الشباب قال هذا. طيب نحن قالين هذا، هل معناته انت كويس؟ ما ده زي واحد لقيته سكران، قلت له سكران، قال لك انت برضه عاينت للمرأة. طيب ده عاين للمرأة، ان ما معناته انت ما سكران؟ ده موضوع براوي يا ناس، وده موضوع شنو؟ براوي. الناس ديل بالمناسبة شغالين برا الميدان، جاكين برا، ما دخلوا جوا، والله برا لسه ما نزل الميدان ذاته، ما فاهمين بيسووا في شنو. مجرد ما ترد بعلم، شيخك قال ده التسجيل، الرد من القرآن من السنة فهم السلف للآية وللحديث، يقول لك لا انتوا قرين هذا، ده ما الموضوع. هو الموضوع انه شيخك قال ولا ما قال، وانت كده ثبتت انه قال، وثبتت على نفسك انك حزبي، صحيح ولا ما صحيح؟ لأنه ما بترضى الكلام في شيخك كما الدرويش ما بيرضى الكلام في منو؟ في شيخه. بس ده الموضوع، مع انه هم اللي علمونا كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر. الآن بقت حارة شديد، وده الحاصل.